اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم على قد الايد. النهارده هنعمل مع بعض اكلات سهله جدا وبسيطه وفيها شيء من الجديد وان شاء الله تعجبكم. هنعمل مع بعض النهارده مكرونه بالشاورما، شاورمه اللحمه هتعجبك قوي ان شاء الله، وهنعمل كمان محشي فلفل وطماطم بالبطاطس المهروسه، والحلو بتاعها النهارده بسبوسه بالاناناس. جربيها معانا وهتعجبك ان شاء الله. يلا بينا نبدا الحلقه. هنعمل دلوقتي مع بعض البسبوسه بالاناناس. الاناناس ده اللي هو كمبوت الاناناس، مش الشمام بتاعنا، لا، الاناناس اللي هو ده اللي في العلب. عندنا كوبايتين دي بسبوسه اللي هو دي السميد، وثلاث ارباع كوبايه سكر، وكوبايه زبادي، وكوبايه الا ربع من الزبده، وهناخد من هنا معلقه بيكنج باودر، وعندنا كمبوت الاناناس تضيفيه الكميه اللي انت عايزاها. احنا هنا عاملين كمية وسط كده، لكن ممكن تعملي كمية اكبر من كده هتبقى ايه طعمها الطف كمان، بس كده يعني الوسط حلو. طبعا تاني سهلة جدا مفيش اي حاجة، وعندنا كمان العسل بتاعها. بنعمل ايه؟ ده عسل خفيف. بنعمل كوبايتين سكر على كوبايتين مية على نص ليمونة، وما يغليش كتير، مجرد ما يغلي كام غلوة كده ندفع عليه خلاص ونسيبه، مجرد تحس ان السكر داب وعسل بقى تاخد كام غلوة كده تدي قوام بسيط جدا للرغوة، خلاص كفاية كده. بس هنبدأ اول حاجة نحط دي بسبوسة كوبايتين، كوبايه ربع سكر. ما تقوليش انا هحط عسل عليها وما اقول ايه لا مش مهم في البسبوسه يبقى فيه ايه سكر. لازم اي نوع من البسبوسه لازم بنحط له ايه السكر، علشان هو ده اللي بيخليه يربط مع بعضه، بتلاقي الصينيه متماسكه. لو انت فكرتي ان انت تحطي من غير سكر عشان هتحطي عسل هتلاقي مفروله خالص، تلاقي كده كل مفروله معاك البسبوسه، انما العسل السكر ده هو اللي يربطها مع بعض ويخليها متماسكه. خلاص يبقى كده نحط كمان معلقه بيكنج باودر مش مليانه كده، ممكن نص كفايه قوي، كفايه عشان دي بسبوسه مش عايزينها تبقى نافشه، معقوله. ونيجي هنا بقى نقلب الاول ده كده، نحط رشه ملح، اي حاجه نحط لها رشه ملح عشان تبين طعمها، بتظهر الطعم جامد قوي. رشه بسيطه خالص، ممكن او ممكن لا، بس هي يعني مهمه بصراحه يعني، بس يعني لو ما حطيتهاش مش هبوظ لك ولا حاجه البسبوسه. لا ادي كده كل ناشف على بعض. يبقى احنا حطينا ايه، كوبايتين دقيق بسبوسه اللي هو دقيق السميد، وحطينا 3 ارباع كوبايه سكر، وحطينا معلقه بيكنج باودر ورشه ملح صغيره، وبعدين نبدا نحط لها بقى الزبادي. دي كوبايه زبادي اللي هي العاديه الصغيره، صغيره قوي لا كده، عشان ساعات لما باجي اقول وصفه واقول فيها كوبايه زبادي تبقى كوبايه كوبايه زي كوبايه السكر بالظبط. نحط الزبده، زبده سايحه مش سخنه، ونقلبها. يبقى احنا حطينا هنا الزبده السايحه اللي هي كوبايه وربع زبده سايحه، وحطينا الزبادي ده اللي احنا بنعجن بيه. طبعا ممكن ده مش هيكفي، نحط ايه، يا ميه يا لبن زي ما انت عايزه. انا عايزه القوام لا طري قوي ولا ناشف كده، لا يعني احط كمان ايه قد ربع كوبايه كده كده من الميه، نجرب ونشوف. بس خلي بالك ان هي طبعا كل ما بيتركن كل ما بتلاقيها بتتخن برده تاني، يعني احنا هطريها دلوقتي اهو، وتلاقي مسافة ما سيبها هتلاقي فيها ايه تخنت تاني. واصغر كمان
ممكن قوي بدل ما تحطش ميه تحطي ميه كومبوت، دي حلوه جدا. انا عملت العسل بميه الكومبوت، يعني عملت بدل كوبايتين الميه على كوبايتين السكر حطيت كوبايه كومبوت، ميه الكومبوت بتاعت الاناناس مع كوبايه ايه الميه مع كوبايتين السكر مع نص ليمونه. انا عاملاه اهو بس سايباه يبرد شويه، ان احنا عايزينه دافي. يعني طبعا البسبوسه بتستوي بسرعه جدا، ما ينفعش لو احط البسبوسه في الفرن وبعدين اجي احط العسل على النار هتبقى العسل سخن جدا، ما ينفعش احط عليه سخن قوي، لازم يكون دافي. فانا لسه عاملاه دلوقتي وحطيته ورا ايه اهو يدفى شويه عشان انا هحطه على البسبوسه دافي. هنا عملت كوبايتين سكر على كوبايه ميه وكوبايه كومبوت اناناس، ما حطيتيش الميه الكومبوت بتاعتك حطي ميه عادي زي ما انت عايزه على نص ليمونه بس، ده هيديها طعم قوي اكتر. ممكن هنا كمان حبه الميه اللي هتحطيهم هنا ممكن تحطي بدلهم ايه الميه برده اللي هي ميه الكومبوت. نبدا هنا بقى نحط ايه، انا هقطعها لك كده بصي كده صغير كده كده، حط الكميه اللي انت عايزاها مش هيحصل لها حاجه ولا هتتحرق ولا اي حاجه في الصينيه. وهوريك دلوقتي البسبوسه تعمل ايه على مقطع، دي هلاقيها ايه تخنت، ما ينفعش ازودها اي سائل تاني، ما تقولش تخنت قوي نزودها بقى سائل عشان تفرش كويس، لا هنفردها عادي احنا في الصينيه بس. هي كده خلاص خدت السائل بتاعها، لان انت لو زودت لها سائل هتلاقيها نشفت جدا، هتلاقيها بقى بتستوي ناشفه ومش عايزه تشرب العسل معناها ان هي باظت. خلي دي عشان ايه لو على الوش كده كده نحط له منها تاني. بصوا عملت ازاي، بصوا تخنت ازاي. هتقولي بقى ازودها ميه تاني عشان تفرش في الصينيه، اوعي. هنبقى ده كده كل الاناناس، اعمليها بالطريقه اللي بقولك عليها دي هتعجبك قوي، هتديكي بسبوسه حلوه قوي وطعمها جديد، طعمها بتعمل الاناناس كده لما تحطي هنا ميه كومبوت الاناناس وهي نفس الحكايه الميه بتاعت الكومبوت برضو هتديكي طعم حلو جدا. ندهن الصينيه، ارجع ادور بقى خليه يبرد براحته، مش هحطه في الثلاجه هيبرد في المطبخ عادي. شويه كده مستنى سايحين شويه، السمنه مهم قوي ان هي تتغطى كويس عشان ما تشمش اي ريحه. ندهن بقى كويس، وطبعا كل صينيه ليها مقاس من البسبوسه، يعني لما تيجي تعملي صينيه بسبوسه ما ينفعش تعملي الكميه دي في صينيه صغيره اللي هي مثلا 20 او 22، لا لازم تكون مقاس مظبوط. زي دي 28 مثلا هتاخد كوبايتين الايه دي البسبوسه، عندك صينيه اكبر اللي هي مقاس 30 او اكبر شويه دي تقدر 3 كوبايات من دي البسبوسه، عشان لو عملتي حاجه زي كده في صينيه صغيره هتلاقيها بتعمل زي الكيكه، مش هتعجبك هتبقى سميكه قوي وطريه. احنا بنحب البسبوسه زي كل المحلات وسط كده معقوله وايه ومقرمشه شويه، انما لو عايزاها طريه بقى اعمليها في الصينيه الصغنونه كده هتبقى زي الكيكه بالظبط وكله حلو عادي مش مشكله حتى لو عملتها كده. وفي كمان طريقه بسبوسه بالبيض برضو دي بتبقى حلوه قوي، انا هعملها لك برضو ان شاء الله. كويس ننزلها بقى، بص عملت ازاي. برضه احنا عندنا دي السبيد اللي هو دي البسبوسه ده دايما ان احنا واخدين عليه بنعمل بيه بسبوسه بس، مع ان في حلويات كتير جدا جدا احنا المصريين يعني عامه عارفين ان هي بسبوسه بس، لا في حاجات كتير قوي 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 بتعمل من دي السبيد ده، فاحنا ان شاء الله هنعمل برضه حلويات كتير مع بعض ان شاء الله. ان دي السبيد ده مفيد قوي وايه وسهل تعامله معاه سهل جدا.
بس كده نفردها. بنفردها بالعافيه زي ما قلت لك، عشان انا بس حصل الموضوع ده اول ما كنت بتعلم البسبوسه برده وعملتها وركنتها شويه، وجيت بقى ان انا اصبها لقيتها ايه زي المنظر ده كده، فاتخضيت قلت لا دي ناشفه قوي، رحت مزودها بقى لبن ساعتها ورحت حطاها في الصينيه، لقيتها ايه نشفت جدا وما شربتش العسل خالص. خلي بالك بقى وانت بتساوي كله مقاس واحد، ما تخليش حته عاليه وحته ايه، لازم الواحد يعمل زي ما محرات بمحر كده نمحر الصينيه. طبعا زي ما تعودنا دايما ان الفرن تكون سخنه، لازم الفرن تكون سخنه. انا بخلي دايما حاجه احتياطي كده عشان لو حته ما فيهاش اناناس انا احط لها حته كده فاضيه. انا ابص على الحته اللي ما فيهاش واحط لها اناناس عشان ما ايه ما نظلمش حد، كل حاجه تبقى موجوده ايه مليانه في كل حته. بس طبعا ايه نحطها جوه كده، نغطيها بعجينه البسبوسه، ومش عايزه واحد يطلع مره البسبوسه يتعقد يقول انا ماليش في الحلويات ومش هعمل، لا لازم نعمل دايما الحلويات حتى لو مره مش حلوه المره اللي بعديها ان شاء الله هتبقى حلوه. هي بس كده كويسه قوي كده ان شاء الله، والفرن سخنة زي ما اتفقنا، احنا ما بنحطش اي حاجه في الفرن خصوصا الحلويات غير لما يكون الفرن سخن. دايما نتعود على كده، نسخن الفرن الاول وبعدين ندخلها. هندخلها على ايه، على درجه حراره 170 في الرف الوسطاني، دي هتاخد ربع ساعه مش اكتر من كده. خلي بالنا منها جدا ان هي حاجه مش سميكه، في الرف الوسطاني على درجه حراره 170 بس كده. انا هسيبها في الفرن كده لربع ساعه يعني، بس دي مش مشكله يعني، فتحنا عليها مش زي الكيكه بس برضو هو ربع ساعه وايه وهنفتح عليها. وهشوفك بقى بعد الفاصل هنكمل بقيه وصفاتنا مع بعض، فاصل ونواصل. على قد الايه، على قد الايه. ورجعنا من الفاصل بعد ما عملنا البسبوسه وحطيناها في الفرن، هنعمل دلوقتي بقى الاكله الغدا بتاعنا، هنعمل مكرونه بالشاورما الاثنين مع بعض. عندنا مكرونه سباكيتي، عندنا لحمه مقطعينها شاورما، الجزر طبعا على الطريق احسن كتير، بصله مبشوره، صلصه، ثوم وزيت، وطبعا ملح وفلفل، ملح وزيت فلفل. انا حاطه ميه تغلي على النار علشان ايه اسلق فيها المكرونه، بس شويه المكرونه كده جنبنا ونعمل مع بعض بقى الشاورما عشان دي اكله كلها على بعض. نجيب زيت والشاورما والبصل والصلصه في الاخر، وندق ايه فصين الثوم دول نهرسهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط قد ايه 3 معالق زيت كده، هيسخن وهننزل عليهم الايه الاول، هننزل اللحمه تاخد صدمه بس انا عليها تسخن قوي، تاخد عشان اللحمه ما تنزلش اي سوائل على طول. اول ما هنزلها تروح قافله مسماها عليها كده، انا على نفسها مش هتنزل لنا سوائل غير بقى الميه الزياده، انما هي تاخد الصدمه تبقى ايه احلى كتير. نحط لها فلفل اسود، الملح هحطه في الاخر شويه. اهرس الثوم ده كمان عشان يبقى جاهز كده معايا، عندنا فصين ثوم حلوين كده كبار. الاكله دي حلوه جدا وسهلة وسريعة كمان، يعني دي ممكن تعمليها وانت راجعة من الشغل كده او مستعجلة على الغدا. عشان الفصين ايه بس كده، يعني كده كويسة. ننزل بقى اللحمه، ما هو دي تعملي الكميه اللي انت عايزاها، عايزه ربع كيلو نص كيلو زي ما انت عايزه.
كده حط فلفل اسود، ممكن تضيف لها فلفل رومي لو انت عايزه او فلفل الوان ممكن قوي وممكن لا، تبقى هي كده زي ما هي. حبيت تضيف لها بقى برده قرفه وجنزبيل هنا حط لها، مش عايزه خلاص كفايه فلفل الاسود، لان دي مش زي اللحمه المفرومه، اللحمه المفرومه هي اللي بنحب نحسن طعمها اكتر، دي كويسه ان شاء الله. بس ليكي مزاج ليهم، حط لهم كلهم فوايد جدا يعني. وممكن كمان نعمل الطريقه دي بالفراخ، ممكن نجيب صدور الفراخ ونقطعها ترانشات ونعملها نفس الطريقه دي، تبقى شاورمة فراخ بدل شاورمة لحمه، ونحط عليها ايه المكرونه او نقلبها كلها مع بعض زي ما انت عايزه، يا اما ننزل المكرونه مسلوقه وبعدين نحط فيها نغرف فيها الشاورما، يا اما نحطهم كلهم في الحله ونقلبهم على بعض ونغرف منهم، اللي يريحك اعمليه. وطبعا الشاورما بتستوي بسرعه جدا عن اللحمه الثانيه عشان دي مقطعه ايه صغير، لغايه ما تغلي. حط لها ملح وايه تاني، ملح وزيت. حط المكرونه انا مش هنزل البصل غير لما الميه دي بصوا تروح تشربها خالص اللحمه. انا هنا هقسمها اتنين كده. فاكرين كانوا زمان في كتاب العربي كان يقول لنا ايه الاتحاد قوه، لما تيجي تكسر يعني يقول كان الاب لم اولاده وقال لهم ايه، لما تيجي تكسر يعني لازم تقول لكم تجتمعوا مع بعض عشان ما حدش يغلبكم، انما لو كل واحد لوحده هيتكسر بسهوله. فكان يجيب لهم عصايه يقول لهم ايه شوفوا دي كسرت وحدها بسهوله ازاي، انما لما تجيب مجموعه على بعضها جامده. فطبعا احنا عايزين برضو نمشي على كده الاتحاد قوه، نبقى كلنا واقفين مع بعض، والاخوات بالذات كمان يقفوا مع بعض، والاصحاب يقفوا مع بعض، مش كل واحد يقف حاله وخلاص. هي نفس الحكايه، الاتحاد قوه. فكرت لما حطيت دلوقتي المكرونه نفس الحكايه، فكرني بالحكايه دي، ان انا مسكت حبه حبه اكسرهم واحطها، ما مسكتهمش كلهم وكسرتهم كلهم مره واحده، انهم اجمد. فدي فعلا كان زمان الكتاب العربي ده كان بيجيب حاجات حلوه جدا، وكمان كان على الكراسه من ورا في ارشادات كده للطلاب حلوه قوي، مالهاش دعوه بالتعليم ولا حاجه، بس كان بالنظافه والاسلوب والسلوكيات، كانت حاجات احلى من دلوقتي بصراحه. دلوقتي التعليم وبس، لا الاخلاق قبل التعليم. فكانوا يجيبوا لنا دروس هادفه، يعني حاجه زي كده، ده بيعلمك ان انت تقفوا مع بعض ازاي، تخلوا بالكم من بعض، ما حدش يقول ماليش دعوه، دي كانت حاجه مهمه قوي. فهي نفس الحكايه. كده قربت ايه، انا عايزه اللحمه تستوي، يعني انا ممكن كمان افرضي اللحمه دي كبيره شويه وانا عملتها بالطريقه دي وما استوتش، هحط لها كل حاجتها عادي، واحط لها البصل والثوم وكل حاجه، وابدا ازود لها ميه شويه شويه صغيرين لغايه ما امسك حته اللحمه والاقيها ان هي استوت، لان هي ممكن سواها كده تكون هي كبيره شويه ما تاخدش، يعني تاخد معانا سوا اكتر، هنسوي اكتر بالايه بالميه شويه 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 لغايه ما امسك حته اللحمه الاقيها ايه استوت. كده اهي بص قربت خلاص، اوسع كده ونزل البصله. بدل ما نزلت البصله لازم اديها رشه ملح،
صغننه كده مش كتير، عشان الملح بيعطل سوى ايه؟ سوى اللحمه. ممكن احط لها فلفل اسود. ماشي، وفي كمان ممكن تحط لها، ما تحطلهاش بصل على فكره، يعني انت مش بتفضلي البصل ممكن تحطلهاش بصل، ممكن كفايه قوي فصين الثوم دول وخلاص، برضه هيديها ريحه حلوه. بس انا عشان عارفه البصل مضاد حيوي مفيد جدا، فبحاول احطه في كل اكلي سواء ظهر او ما ظهرش، انا بحاول احطه في كل الاكل. كده هسيبها بقى تاخد يا دوبك بس ايه، تاخد لون شويه البصله مع اللحمه. وطبعا كده انا بزود سوى اللحمه كمان، بس شويه نزل التومه. دايما لما اجي انزل ثوم او بصله اوسع اللحمه وانزل على ايه، على حبه السمنه او الزيت اللي في النص عشان تطلع ريحه حلوه. عشان بص اهي كده زي ما انا عامله كده، اوسع كده زي ما وسعت للبصله، بوسع كمان للثومه عشان تاخد تحميره، لان لو قلبتها مع كل اللحمه مش هاخد تحميره. انما لو حطيتها كده في قعر الحله بتاعتنا او الطاسه مع السمنه بتاخد تحميره كده كويسه، انما لو لخبطتها هتلاقي حته اتحمرت وحته لا كده. انما انا اديها تحميره كده في النص وبعدين ارجع اقلبها على كل الثوم على كل اللحمه كده في اللسه، والاقي الروايح بقى طلعت عليك ايه حلو قوي ان شاء الله. وممكن كمان قوي تعملي لحمه مسلوقه، يعني ممكن لو انت مش عايز تاخد وقت قوي كده على النار اسلقي اللحمه عادي جدا، او عندك لحمه مسلوقه مثلا من امبارح وتروحي عاملاها بالطريقه دي. يعني احنا مثلا لما نيجي نعمل اكله وعايزين اللحمه المسلوقه دي لو حطيتيها في الثلاجه مش بيحصل لها حاجه، انما انت لو استعملتيها في الاكل لا يعني ايه حلوه، مش زي الفراخ البايته لا اللحمه مش بتبان. فاحنا ممكن مثلا عندنا نص كيلو من امبارح نقطعه نعمل بالمكرونه دي. وزيك فاصل صغير ونرجع نكمل بقيه وصفاتنا، فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل واحنا بنسوي اللحمه، وكمان خلاص سلقنا المكرونه ده تقريبا، بس عشان اما اجي ادلقها في المصفى تتسكى في بعض. اخدها كده بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي هنا بقى خلاص كده اللحمة انا زودتها شوية مية كمان علشان تستوي، نحط لها معلقتين صلصة كده وحبة مية بقى للصلصة كمان عشان تبوش شوية. ممكن تحطي من الصلصه عندك في الفريزر، ممكن قوي لو انت مسبكه طماطم حطي لها برده، وممكن تعملي طماطم في الخلاط عادي وتحطي لها، بس هتسيبيها شويه لغايه ما تتسبك كويس وبعدين تنزلي عليها ايه المكرونه كده. كده كويسه نزل على المكرونه بقى
وممكن تغرف المكرونه لوحدها وعليها ايه المكرونه. حط المكرونه وعليها حبه من الصوص، انا بقى حطيتها كلها عشان الناس تاكل بكل حاجه مع بعض كده. بص كده بقى كلها يبقى فيها لحمه وصلصه كده. الطريق ده الطريقه دي هتعجبك جدا ان شاء الله. بص كده بس كده خلاص جبتها ونغرفها. دي طبق للمكرونه. تغذية من المكرونة على اللحمة الاثنين مع بعض. هنا مفيش نقفية. كنت عايزة أحل الموضوع لقيت هنا موجودة ديت. كده من اللحمة كده. ده طبق المكرونة بالشاورما، طبق مختصر، وجبة متكاملة وسهلة جدا ومفيهاش ايه اي صعوبة. عملنا الشاورما وسلقنا المكرونة وحطيناها عليها. خليها ورانا على ما نكمل بقى حاجة نعملها تتاكل معاها. نعمل ايه مع الاكلة دي؟ هنعمل بطاطس مهروسة وخضار وبقدونس وبضايا، وطبعا حبة زيت او زبدة. نجيب زبده احسن. دي هنعمل ايه؟ هنحشي الطماطم بالايه؟ بالبطاطس دي. يا نحطها في الفرن يا بلاش زي ما انت عايزه، بس الاحسن نحطها في الفرن نديها ايه وش حلو كده. عندنا هنا بطاطس مهروسه، نحط لها بضايه ومعلقه سمنه ونهرسها كويس كده. او سمنه او زبده اللي انت عايزاه كده. معلقتين عشان تطريها. بضايه او بيضتين حسب الكميه اللي انت هتحطيها من بطاطس. نحط لها ملح وفلفل الاول ونقلبها، وبعدين نحط عليها بقدونس، وهنقور المكرونه الطماطم ونقور الفلفل ونحشي بيها. الطريقه دي حلوه جدا، تتحط كده جنب طبق المكرونه بتبقى حلوه جدا. يبقى احنا حطينا بطاطس ومعلقتين سمنه او زبده وبضايه. نحط ملح عشان نملح كده ايه يعني معلقه، اقول معلقه ملح كده. ونص فلفل اسود واقل شويه. ممكن نحط بقى الاختياري كمون وشطه، ده اختياري. كمون وشطه. نتوصى بالشطه عشان اللي بيحبوا الشطه. نقلب بقى دي كده. نعملها بقى زي العجينه. ممكن بقى تجيبي قرطاس وتحطي فيها اللي هو قرطاس الكريمه ده بس من غير البلبله ولا حاجه، وتحطي جوه ايه اللي احنا المحشي اللي بنعمله ده، محشي البطاطس اللي احنا بنعمله ده كده. عشان حاطه جنب البطاطس من شويه بردت فمسكت في نفسها، انما لو هي سخنه بتبقى ايه اسرع معاكي كده.
وعندي دلوقتي دي صورتي وانا صغيره على فكره لسه محتفظه بيها. مش الالوان بس هو شبه بعض صح؟ الالوان ولا بس شبه بعض. جيل سبحان الله. يعني الصورة ما بقالهاش كتير قوي، ده لسه من قريب بقدونس. في بيت جدي يا ريا هنادي، بيت جدي. كده نيجي بقى خلاص عملنا الخلطه دي، عملنا بطاطس مهروسه وحطينا بيضايه ومعلقتين زبده وسمنه ملح وفلفل وكمون وشطه وحب بقدونس. خلاص دي كده كويسه قوي اهي. احنا كده هنسويها عشان فيها بيضايه، احنا لما كناش ندخلها الفرن ما احطش بيض عشان كفايه زبده. نيجي هنا بقى كده خلي دول على جنب كده، ونقور الطماطم دي طبق سكينه، نقطع الحته دي ايه نوسعها بقى، ناخد حته ايه واسعه كده من هنا ونعمل مكان كده كده كده، ندور كده اهو كده، نجيب معلقه صغيره طبعا اسهل تقوير يعني، ولا بتنجان بقى ولا كوسه ولا الحاجات دي، في ثانيه يكون متقوره كده. نفضيها طبعا دول ما يترموش كده، طريقة اهي الطريقه دي كده، نكمل نوسع. وزي ما قلت لك هنحشي بكيس كريمه يا اما هنحشي بايه من معلقه، هي هي نعمل خط كده عشان نسهل على نفسنا والحاجه ما تقطعش كده 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 بالسكينه اهي، نقور كده بالسكينه كده كده ماشي، نطلع كده اهو. نعمل بقى العدد اللي انت عايزاه، ما تكتريش منه يعني، ده حسب العدد ايه اللي هياكل. منك عملتي سلطه، مش احنا بنعمل سلطه بطاطس محمره مثلا، لا احنا عملنا السلطه خدنا الطماطم اهي والفلفل بتوع السلطه وحطينا جواهم بطاطس بدل ما نحمرها سلقناها، بس ما اتكلفناش حاجه، بس عملنا حاجه جديده وحلوه وشكل جديد وكمان مغذيه. لو انت حفرتي بالمعلقه على طول هتقطعي الطماطميه، اتقطعت معاكي، انما لما تعلمي الاول مكانها بالسكينه هيبقى احسن واسهل لك كتير. طبعا بنسيب فيها حبه لحمه كده، مش بتبقى كلها ايه، مش بناخد البذر بس لا، اهو بنعلم كده كده بس كفايه كده الطماطم خلاص. الفلفل بقى طبعا اسهل واسهل، الطماطم دي بتحرق في الايد. فلفل مش زي المحشي بقى، احنا هنفتح له بقه كده على طول، يعني المحشي بنعمل كده ونطلع بس على قدش فتحه صغنونه، لا هنا ايه نفتحها كده من فوق كلها كده كده. انا هشيل دي عشان هستعملها تاني، اطلع ايه طبق نحط عليه، بس هطلع فاصل صغير ونرجع نحشي مع بعض البطاطس، فاصل ونوصل. على قد الايد
على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وهنكمل مع بعض محشي البطاطس. محشي فلفل وطماطم بالبطاطس المهروسه اللي احنا عملناها. عملناها بايه؟ عملنا بطاطس مهروسه، سلقنا بطاطس وهرسناها، حطينا لها بضايه وملح وفلفل وكمان بقدونس بس كده وخلاص على كده. دي بقى بنعجنها كويس، دي تبقى زي السلطه، يعني دي تعتبر سلطه، نوع من انواع السلطه. هنحشيها، هنحشي الفلفل والطماطم بالبطاطس المهروسه دي، وبعدين ندخلها الفرن تاخد وش كده ايه، حمران حلو، او حتى بس يعني مجرد الخضار ده يدبل شويه خلاص كفايه كده. بياخدش وقت كبير خالص الفرن، يعني مفيش 10 دقائق، ما تكملش 10 دقائق هتلاقيها ايه، استوت ان شاء الله. كده فاضل ايه، واحده ممكن كمان تعملي فلفل ملون على فكره، يعني مش اخضر بس. بس كده شكلها حاميه قوي دي، بلاش. نحط كده نحشي بمعلقه على طول او بقمع لو عايزه، بس هي بمعلقه اسهل، احنا بندور على السهل. سهل والحلو مش سهل بس كده. طماطم محشية بإيه؟ بالبطاطس المهروسة. حطينا بطاطس مهروسة ومعاها معلقتين زبدة أو سمنة، وحطينا بضاية وملح وفلفل وكمون وحبة شطة، ده اختياري، وكمان حطينا في الآخر بقدونس بالطريقه دي، وحشينا بيها الطماطم بعد ما قورناها هي والفلفل. انا خدت دول كمان عشان بيستوي بسرعه، يعني مجرد ما بيخش الفرن، الفرن سخن يعني، مش هيكمل ايه 10 دقايق معانا زي ما اتفقنا، حسب درجه حراره الفرن دلوقتي كمان، يعني ممكن يكون فرنك هادي شويه هيطول معاكي حبه، بس احنا عايزين بس يدوبك الخضار يدبل بس كده. طبعا مش هقولك ده رز ونسيب حته فاضيه زي المحشي العادي، لا ده مش هتنفش ولا حاجه. دي اكله جميله جدا جنب اي نوع مكرونه، يعني لو حتى لو عملتيش مكرونه بالشاورما، عملتي مكرونه حمراء عاديه وعملتي جنبيها بس دي خلاص كفايه، مش لازم يعني كل مره لحمه وبروتين، لا مش لازم. هو سبحان الله ربنا بيحط في كل حاجه غذاء معين، يعني مثلا عندك البرتقال والفلفل ده الاثنين بيساووا بعض، لو كلتي فلفله كانك كلتي برتقال، فسبحان الله ربنا مخلي فيتامينات للغلبان وللغني وكل حاجه، كله ياكل فيتامينات سواء في حاجه رخيصه او في حاجه غاليه. يعني في فواكه نادره كده الغاليه جدا دي اللي يقولك دي فيها فيتامين مش عارفه ايه، لو دورتي هتلاقيها في ارخص الخضار موجود نفس الفيتامين، فمش مشكله ما تتعبيش نفسك وتقولي بقى انا عايزه اغذي الاولاد لازم اجيب الغاليه دي، لا في اي حاجه موجوده. الطماطم تعادل التفاح، يعني لو كانش تفاحه زي ما تاكلي طماطم بالظبط، هي هي، شو فرق السعر بس في الغذاء هي هي، يعني ما تزعقيش نفسك خالص. كده نحشيها بس كويس عشان ايه ما تبقاش نايمه على نفسها كده الفلفلايه. كده هنعمل اهو، هعمل القرن الاخير ده برضو ده مطلوب هعمله بالطلب. حطها ده
ندخل بقى المعوجه دي ايه نحشيها كويس. بس كده كده كويس قوي. ممكن بقى برضو زي ما عملنا اما حاجه تزيد مننا كده في المحشي بنعمل ايه؟ بنعمل طاجن. احنا ممكن هنا برضو نعمل طاجن من البطاطس دي. يعني دي ممكن كده نشوف لها طاجن ونحطهم الاثنين مع بعض. هنشوف بقى طاجن مناسب نحط فيه ايه؟ على قده كده، مش عايزين حاجه كبيره كده كويس. ما تبقاش حاجه واسعه قوي عشان ما تبقاش رفيعه وايه؟ وتتحرق. تبقى معقوله، سمكها معقوله. نحط فيها معلقه زبده سايحه كده او سمنه. كده ننزل بقى ايه فيها البطاطس اللي فاضله، عشان كل فضلة نعمل لها ايه؟ نعمل لها تأليفة كده، ونسويها كده. وممكن كمان نضيف لها ايه؟ ممكن نضيف لها على وشها جبنة، ده اختياري. عايزة تضيف لها جبنة موتزاريلا او جبنة رومي كده، عندنا هنا جبنه موتزاريلا الموجود نحطه، مش عايزه خلاص هو كده كويس قوي، حطي معلقه سمنه على وشها وخلاص. عندنا الجبنه موتزاريلا او جبنه رومي نحط لها، حط كده نلبس لها كده. هو دي هتعجبهم جدا بالجبنه دي، او جبنه رومي مبشوره برضو شغاله كده. كل واحدة نحط لها حبة كمان. لو عملتي الأكلة دي جنب رز أبيض بس هيبقى برضو حلوة قوي برضو كده. نحط كمان على الطاجن اللي احنا عملناه طاجن البطاطس. بس كده نحطهم في الفرن بقى عشان ايه يلحقوا ياخدوا وش سريع. انا مشغله الشوايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي هنا بقى فاضل لنا ايه ما عملناهوش؟ البسبوسه طبعا خرجت من بدري، وانا كمان عملت لها ايه؟ سقيتها بالعسل. عندنا كريمه، نجيب القطاعه بتاعتنا، نجيب طبق نطلع فيه حته بسبوسه بالاناناس، طبعا طعمها هيبقى مختلف. كده كده ناخد بقى احلى حاجه شكلها حلو. البسبوسه دي بقى ايه حلوه ومقرمشه، وكمان الاناناس مديها ريحه حلوه وطعم حلو ان شاء الله. طبعا لما تسيبها تبرد كمان قوي بتطلع احلى واحلى. اي حاجه من الحلويات لما بتبرد بتبقى حلوه على فكره، يعني دايما الحلواني بتلاقوا حاجته حلوه قوي لانها بايته على فكره. يعني تاني يوم حتى لما تيجي تعملي كحك وبسكوت والحاجات دي تلاقيها لما تقعد عندك شويه طعمها احلى من وهي لسه عاملاها كده. كفايه دول، نجيب كيس كريمه. كيس كريمه ماشي، نجيب معلقه و
ممكن تحطي الكريمه كده برده عادي مفيش مشكله، انما احنا عايزين ايه نزوقها شويه. مش احنا بقى مدلعينها وحاطين لها اناناس، نكمل الدلع بتاعها. ممكن تعمليها في الصينيه كلها على فكره، بس يعني في الطبق احلى. نجيب بقى نزوقها هنا كده. كمان الكريمه دي لو حط لها قشطه، عشان البسبوسه بتحب القشطه قوي، لما احط لها قشطه كمان بتبقى ايه حلوه قوي. عشان البسبوسه بتبقى مسكره حاميه، فالكريمه بتهديها والقشطه كمان بتهديها قوي. هتدعم البسبوسه بالقشطه دي اهم حاجه. كده ممكن بقى ترشيها شوكولاته كمان، ممكن قوي، وممكن ترشيها جوز هند، وممكن تسيبيها زي ما هي كده برضو حلوه جدا. يبقى كده النهارده عملنا مع بعض ايه؟ عملنا البسبوسه، وعملنا المكرونه بالشاورما، وعملنا كمان الطماطم اللي هطلعها دلوقتي كده. خلي دول هنكمل بيهم بقيه الصينيه. اطلع بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مسخناها ايه وشها خلاص، بصوا على طول مشغله الشوايه كده. وادي طبعا هي مش محتاجه سوى قوي، انا يا دوبك بسيح الجبنه بس بالطريقه دي كده. وخلي بس ايه مجرد ان الخضار يدبل حاجه بسيطه، وممكن كمان يتاكل اساسا من غير ما يخش الفرن مفيش مشكله. وادي كمان المكرونه بالشاورما اللي عملناها، سلقنا المكرونه وعملنا الشاورما، عملنا لها هي صدمه مع معلقتين زيت اللحمه، وبعدين حطينا لها بصله مبشوره وفصين ثوم وقلبناهم كلهم مع بعض كويس جدا، وبعدين حطينا لهم ايه معلقتين صلصه. عايز تحطي طماطم ممكن، طريقه جميله جدا برضو انك تعصري طماطم في الخلاط وتخلي اللحمه تتسبك مع الطماطم، دي برضو جميله لو عندك وقت يعني. انما انا بعمل صلصه عشان ما عنديش وقت، بس عندك وقت بقى عصري طماطم في الخلاط، وبمجرد ما نزلنا اللحمه وحطينا البصل وحطينا الثوم وكل ده خد ريحه حلوه مع بعض، ننزل عليها عصير ايه الطماطم، نحط ملح وفلفل ونسيب اللحمه تتسبك وتشرب من عصير الطماطم، في علمك هتبقى احلى من دي كمان. ونسيبها لغايه اللحمه تستوي كويس، قعدت تزود لها ميه شويه شويه. لا انت بقى ممكن عصير الطماطم، طبعا بنحط في الخلاط شويه ميه عشان تمشي الطماطم، فعصير الطماطم ده بيخليها تسوي ايه اللحمه عشان معاها ميه، تستوي اللحمه ونخليها بقى تتسبك كويس جدا. نبدا نحط لها ايه بعد ما تسري المكرونه، نروح منزلينها على اللحمه ونقلبها كلها مع بعض. هتخلي بقى المكرونه دي تشرب من الصلصه ومن اللحمه، بيبقى طعمها حلو جدا. ممكن ان انت تنزلي المكرونه بس وتحطي عليها، تاخدي لحمه بالصلصه وتنزلي على المكرونه بس كده، بتبقى النكهه اقل شويه يعني. اه هي طعمها حلو برده، بس المكرونه مش شاربه من الصلصه بتاعت اللحمه، تحس تاكل حاجه منفصله كده، انما كده احلى وكده حلو، ده حلو وده حلو، اللي تفضليه اعمليه. وعملنا مع بعض البسبوسه، ايه طريقتها؟ عملنا هنا كوبايتين دي بسبوسه، كوبايه زبادي الصغيره، كوبايه الا ربع سكر، وحطينا كمان يعني كوبايه الا ربع كده زبده سايحه، ومعلقه بيكنج باودر صغيره او نص معلقه بس، يعني يا معلقه مش مليانه خالص يا نص معلقه. وقلبناهم كلهم مع بعض، وحطينا لهم كمان ميه دقيق، ميه الكومبوت بتاع الاناناس، وحطينا لهم بدل الميه العاديه، وحطينا لها قطع من الاناناس، وعجناهم كويس جدا مع بعض، وفردناهم في الصينيه
واذا كان عايزه بقى زيت زي ما عملنا كده تزوديها من قطع الاناناس وتسويها، تطلع على طول تحط لها العسل وهو دافي، مش وهو سخن ولا هو ساقع، دافي. يعني تعملي زي ما عملنا كده، عاملاها قبل ما ابتدي اعمل في البسبوسه، رحت عامله العسل الاول. عملنا كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، او كوبايه ميه وكوبايه كومبوت الاناناس، الميه بتاعت الاناناس، وخليناها مع نص ليمونه، وغليت مع بعض كام غلوه بس، عشان ده بيشرب عسل خفيف، يعني مش تقيل زي الكنافه، لا عسل اخف من الكنافه. وسقيناها بيها اول ما طلعت، وبعد بالشكل ده عملنا لها كريمه بالقشطه او كريمه بس، الاثنين حلوين بالطريقه اللي انت عارفاها دي، زي ما انت عايزه تذوقيها بقى اللي يريحك تعمليه. حطيت لها بشر جوز هند، او حطيت لها بشر شوكولاته، برضو الاثنين حلوين. وعملنا جنبيهم كمان الاكله اللي ممكن تاكليها لوحدها، اللي هي سلطه البطاطس المحشيه، فيها ايه، طماطم وفلفل. طبعا قورنا الطماطم والفلفل وجبنا البطاطس، هرسناها وحطينا لها ايه، بضايه ومعلقتين سمن وملح وفلفل وحبه شطه وبقدونس. عملنا منها الطاجن وعملنا منها المحشي. يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم وتكون خفيفه علينا وعليكم يا رب كده، ما تكونوش زهقتوا مننا. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، استنوني، هنعمل مع بعض افكار اسهل واسهل ان شاء الله، واحلى واحلى. الى اللقاء.